have you been? ألو منيح اللي عرفت صوتي لهون وصلت معك؟ دق لدرك بنص الليل يجوا ياخذوني من البيت وشرحتها قدام أهلك؟ وسامع حالك شو عم تحكي؟ مصاري؟ كرمال المصاري؟ لأي متى كان في بيناتنا مصاري؟ شايفني سنة قاعد بالبيت بلا شغل بدك ياني أسرق لأجيب مصاري؟ من هين عليك؟ آخر همك؟ دبر حالي سلم دياتك يا خيي بقلبي الجرح متربي وما بشكي وإلي ربي وما بشكي وإلي ربي وصابر قلبي عالاسم عذاب عمري وعذاب اسمي خلاص يخدو تشبه رسمي خلاص يخدو تشبه رسمي شبيهة بس بالرسمة قريبي كان غريب عني طعني بظهري دمرني يا أقرب ناس يا جرحي مع الأغرب عشت فرحي قريبي كان غريب عني طعني بظهري دمرني يا أغرب ناس يا جرحي مع الأغرب عشت فرحي يا أهلي يا تعب قلبي يا قلوب ما بتدوب يا قلوب ما بتحس يا قلوب كل عيوب مش عيب واحد بس مروان اليوم غنى حلو مثل العادة مغني حلو مثل ما عودنا بس انا اليوم شفته مشنج شو عم بغني حسيت في شد بصوته شوي مش كثير بفتكر هذا الشيء من وراء النفس لانه ما كان عم يستعمل نفسه كثير مزبوط وهذا الشيء كمان خلاه ما يركز كثير على قفلاته لانه القفلات مش دائما كانت ثابته الرن بالقفلات كمان ما كان يعني وضعيه الصوت كانت عم تقشط معه بالقفلات سو هذا الشيء لازم ينتبه له ويركز على نفسه وعلى قفلاته كوضعية صوت يركزون أكثر. مروان عجبني كثير بالقرار مغير لون صوته رنت صوته وعرضان الصوت تحت بس لما بده ينقل من القرار للميديوم تبع الصوت هون بعد عنده صعوبة تجيب زيت اللون يعني عم بيرجع شوي الصوت لورا هذا بده شغل بالتقنيات معي أنا بالصف تا يصير مزبوط بصفي كل صوته بالقرار بالنص فوق كله مثل بعضه إذا الله راد بذكرني بهايدي يعني بيشبه هايدي من ناحية أنه صوت كتير حلو غنى كتير حلو أكيد أنه هو من أحلى الأصوات بس مش أكيد أنه هو من أحلى الأفكار يعني ملاقى فكرة بس شوية لشي أنه يا خيي وكذا يعني اللي بيقدر يكون خيو عامل فيه ضرب بس مش هيدا نوع الحكي يعني اللي هو شوية كليشيه يعني انه ولو هيك وصلت وفي مصاري بيناتنا وروح الوقت كله على حكي بلا طعمه وانا احنا بدنا نسمعه اكثر عم بغني تمام مثل هايدي يعني هالقد بغني حلو هالقد ما فينا نقول الا انه صوته كتير حلو وغنى حلو بس الأفكار شوي أقل من الباقيين يلي هني حاسين إنه صوتهم أقل مشان هيك عم يعملوا مجهود بالأفكار وبالتمثيل أكتر منه ومن هايدي ومن الأصوات حلوة أكتر من غيره مختصر مفيد خفيف نظيف يعني هيك بس مش أكتر أنا لقلي الفكرة مش فظيعة طبعا كل شيء شوي بس الغنى حلو يعني مروان فعلا بغني حلو واحساسه حلو لما يغني
ورافائيل كتير ساعده، يعني حضور رافائيل كيف قطع له الوقت تما نحس بالطول كان ذكي من هالناحية. وبس بدي أقول شغلة، مروان بيعرف إنه عنده ضعف بالنسبة للإداء، بالنسبة للتعبير، وبالنسبة للتمثيل، وبيعرف إنه فكرياً أقل من غيره، وهو بيعترف بهيدا الشيء وعم بيعمل جهد. والبرهان إنه هالكم جملة اللي قالن على التليفون، بغض النظر عن إنه سخيفين يمكن أو كل شيء، بس على القليلة أديهم بطريقة نظيفة مقنعة، يعني ما لقيت هالتمثيل الفظيع الواو، ولكن ما زعجني ايديه. باركونتر زعجتني حركة ايده، يعني هيك انه شخص عم بيحكي على التليفون ونازل هالحركة انه ولو وكذا، يعني عم بيحكي وكأنه الشخص بوجهه منه بحاجة يستعمل الحركة، كان الايداء بالصوت بس على التليفون بكفي. لا بأس، جيد بغض النظر عن صوته يلي رائع، بس كمشهد عادي. اوكي، انا رح احكي عن المغنى. اليوم مروان غنى كتير منيح، لانه كان من اكثر المرات اللي عمل فيهم كنترول، مسيطر على صوته، يعني مرتاح مع صوته، في هدوء بالمغنى. القرار حلو، قدر يعني يوصل الكلمات بشكل سليم، يعني قدرنا نفهم كل كلمه عم بيقولها. العرب بلش شوي مروان يعمل كنترول عليهم، اكيد بعد بده اكثر يسيطر، ولكن بلش يعرف وين يحط العرب بشكل متناسق أكتر، وخيمته الصوتية مميزة وحلوة، وبتخوله يغني قطع كتير حلوة وصعبة. أكيد إذا ركز وإذا اشتغل أكتر على النفس وعلى الكنترول على العرب بأدائه.